كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم لأغلى حاجة في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هعمل معاكم، بصوا الوصفة التحفة دي، بصوا اللون الجميل ده، اللون التحفة ده بقى هيبقى في شعرك ان شاء الله. الناس اللي عايزة شعرها يبقى باللون البني، الوصفة دي تحفة جدا جدا، وخاصة بقى للناس اللي بتستعد للعيد حاولي تعمليها وهتجيب معاكي نتيجة حلوة جدا وبتدي اللون ده. وان شاء الله مش وصفة واحدة، النهاردة هعمل معاكم وصفتين، واختاري المكونات اللي انت عايزاها، والاثنين مكوناتهم من قلب المطبخ وسهلين جدا. يلا هنبدأ نعمل الوصفات بتاعتنا دي. وما تنسيش بقى لو انت اول مرة تدخلي معايا القناة اشتركي معايا وحطي لي لايك كتير للفيديو، عايزين لايكات كتير للفيديو ده. وان شاء الله الوصفات اللي انا بنزلها كلها مجربة وحلوة جدا جدا ونتيجتها فعال. اول حاجة معايا، انا معايا هنا الكوب ده زي ما انتم شايفين كده، هبدأ اضيف فيه اول مكون معايا وهو القهوة. هنضيف معلقة واحدة من القهوة، ويفضل انها تكون قهوة خام، تمام. وكمان معايا هنا هناخد معلقة واحدة من الشاي الاسود اهو، وهبدأ اضيف المية المغلية. الوصفة النهاردة بقى هتخليلك شعرك اسود داكن جدا جدا. هنقلب بالشكل ده اهو، وهنسيبها لمدة 5 أو 10 دقايق في الكوب زي ما هي كده. وبعد كده بقى معايا بقى الطبق بتاعي ده، هنبدأ نضيف فيه بقى المكونات اللي انا هستخدمها دلوقتي. اول حاجة هضيفها، ودي طبعا غير انها يعني بتخلي ملمس الشعر ناعم جدا جدا، هضيف معايا معلقتين كبار من النشا او المايوزين او الكورن فلاور، تمام اهو. وتاني حاجة هنضيف برضو معانا معلقة من القهوة بالشكل ده. هخلط بس المكونات كده، ان شاء الله هقولك على وصفة تانية كمان. الوصفة التانية دي برضو مكوناتها متوفرة في البيت ونتيجتها تحفة جدا. معايا بقى المصفى، هبدأ اصفي الخلطة اللي انا عملتها ديت اهي، هنصفي كده ونقلب، ولو احتاجنا تاني هناخد بنقلب بالشكل ده اهو. وبعد كده هبدأ ارفعها على النار لحد ما الاقي الكوام بتاعها زي الكريم، وهضيف اضافات تانية كمان عشان تثبت اللون وتخلي اللون غامق جدا. بصوا بقى حبايبي القوام واللون الجميل التحفة ده، بصوا بعد ما رفعتها على النار بقى اللون بتاعي اهو، ده اللون اللي انا بقى هستخدمه عشان اخلي شعري باللون البني ده، غير ان هو ان شاء الله بيعالج الشيب. يعني انت لو عندك شعر ابيض ان شاء الله هيروح معاكي بسرعة بالوصفة بتاعتنا دي. هنضيف بقى عليها كمان مكونين، ومكونين دول ما ينفعش يتضافوا من بعد ما نرفعها على النار وننزلها زي ما انتم شايفين كده اهو. هبدأ اضيف معايا معلقة من خل التفاح. خل التفاح حلو جدا لانه بيثبت اللون، ولو ما عندكيش خل التفاح ضيفي الخل الابيض العادي، تمام. هي معلقة واحدة بس كفاية، تمام. ومعايا هنا بقى زيت الزيتون، هضيف برضو معلقتين من زيت الزيتون. طبعا هعمل لكم وصفة تانية برضو في نفس الفيديو، عشان يعني لو انت مش حابة تعملي الوصفة دي هتعملي الوصفة التانية، والاتنين نتيجتهم احسن من بعض بجد، يعني تحفة جدا جدا. بالذات بقى الناس اللي شعرها فيه ابيض كتير هتعالج الشيب بسهولة، يعني هتشوفي بجد هتعجبك جدا. هبدأ بقى اخلط واقلب بقى الزيت، والزيت طبعا زي ما قلنا ما تضيفهوش الا بعد ما تنزليها من على النار، يعني بنفس الخطوات اللي انا عملتها كده بالتدريج. شايفين بقى؟ الله العظيم تحفة.
تحفة وبجد يعني هتجربيها وهتشوفي النتيجة بتاعتها بجد. هتشوفي بقى شعرك لو في شعر أبيض، لو عايزة تغيري اللون للون البني الجميل ده عشان بقى كده تحضري على العيد وانتي شعرك بقى لونه تحفة جدا بالألوان الحلوة اللي كل البنات بجد بتحبها. طبعا ازاي هستخدمه بقى، هبدأ افرد الشعر، بس لازم نغسل شعرنا الاول. يعني اغسلي شعرك الاول لو في اي زيوت او اي كريمات عشان ما تبقاش في طبقة عازلة، وتعرفي ان انتي تضيفي الوصفة بتاعتنا. ادهني بيها شعرك كله من الجذور لحد الاطراف، وسيبيها على شعرك لمدة ساعة او اتنين. هتشوفي بقى نتيجة ان شاء الله هتعجبك قوي، بتخلي الشعر كله لون واحد، وكمان لو في شعر شيب بتعالج شعر الشيب وبتخليه برضه بتحوله للون البني ده. هبدأ بقى دلوقتي اعمل الوصفة التانية، والوصفة التانية برضو سهلة وحلوة قوي، مكوناتها جميلة جدا، هنعملها دلوقتي مع بعض. والوصفة اللي انت حباها اعمليها. الوصفة التانية ان شاء الله برضو هحتاج فيها مكونات حلوة جدا جدا. اول حاجة معايا النهاردة نسكافيه، هاخد منه معلقتين كبار بالشكل ده من النسكافيه، تمام اهو. ومعايا هنا نفس المقدار اللي انا عملته اللي هي الوصفة الاولى، هتضيفي معلقة من الشاي على معلقة من القهوة، وهنحاول ندوبه بس بمعلقتين تلاتة كده اهو. وطبعا لو احتاجنا هناخد تاني، هندوب النسكافيه كده بالشكل ده. الوصفة دي بقى مركزة جدا 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 اهو. بعد ما دوبته بالشكل ده هبدأ أضيف معايا هنا 3 معالق من الحنة. وطبعا أهم حاجة لازم الحنة تكون يعني أصلية، ما تجيبيش حنة تكون مغشوشة. أنا هنضيف 3 معالق وحسب القوام بقى، بس طبعا انتي هتعملي كمية عشان شعرك، ممكن تضيفي بقى 5 6 معالق، تمام. هخلط كده بالشكل ده اهو، وهنضيف برضو من المشروب اللي احنا كنا عاملينه ده بالشكل ده، ونقلب تاني. وطبعا الوصفة دي تحفة جدا 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 ومركزة، وهتجيب معاكي نتيجة سريعة برضو، تمام. بعد ما ضفت بقى الحنة وضفت المكونات بتاعتي دي، معايا هنا بقى هضيف قشور الرمان عشان الناس اللي عندها شيب في الشعر. انا معايا هنا قشور الرمان المطحون، بصوا هضيف 2 معلقة، تمام. هبدأ بقى اضيف المية اللي انا هعجن بيها، مش هنضيف كتير عشان نحط ونقلب بالشكل ده اهو. هنحط تاني. الوصفة دي بقى يعني بدون زيت، بس هضيف عليها حاجة تانية برضو عشان نثبت اللون اهو. بصوا بقى اللون معايا، بصوا يعني لون الحنة اصلا مش باين خالص يعني، وتقريبا اللونين قريبين لبعض. هبدأ بقى اقلبها كده اهو. وبعد كده بقى معايا هنا برضو خل التفاح ده او الخل العادي، وفايدته بقى ان هو بيثبت اللون، وكمان خل التفاح حلو قوي قوي للتقصف وللناس اللي عندها قشرة في الشعر، تمام. وهبدأ برضو اخلط تاني، ونضيف المكونات حبايب قلبي بالتدريج، يعني ما تضيفيش المكونات كلها مرة واحدة عشان تعرفي تقلبي وما يحصلش اي تكتل والخلطه تبوظ معاكي اهو. بصوا بقى اهو، شايفين اللون؟ يعني مفيش لون حنه خالص في الوصفه بتاعتنا، واللون واضح قوي قوي وبني اهو زي ما انتم شايفين. الوصفه دي بقى جميله جدا جدا، وان شاء الله بتجيب نتيجه حلوه، بتخلي الشعر كله بلون بني ده، بتعالج الشيب، وان شاء الله نتيجتها فعاله وحلوه قوي. انا عايزاك تجربيها عشان على العيد ان شاء الله تعمليها، وهنجيب معاكي نتيجه حلوه وشكله بيبقى تحفه قوي قوي. اتمنى ان شاء الله تستفادوا من كل الوصفات اللي احنا بنقدمها على القناه. ما تنسوش حبايب قلبي تحطوا لي لايك للفيديو، وتشجعوني بكومنت حلو،
انتظروني فيديوهات تانية كتير جديدة مع جيجي كل حياتي. باي باي.